بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله دلوقتي هنشرح الشابتر الفود بويزن. تمام، هو شابتر جميل يعني خالص. اول حاجة عندي دي اول صفحة عندي اللي هي الفود بويزن، تقسيمة الصفحة ايه هي الكوزز الفود بويزن، وبعد كده المانجمنت الفود بويزن اللي هو الهيستوري والكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والكومبليكيشن والتريتمنت. تمام، بعد كده في عندنا يعني حتتين كده سهلين، الديفرنشال دايجنوز اوف فوميتنج والديفرنشال دايجنوز اوف فود بويزنينج. تمام، اول حاجه نبدا الكوزز اوف فود بويزنينج. الفود بويزنينج دي يعني ايه؟ يعني ايه فود بويزنينج؟ بسم الله، يعني ايه فود بويزنينج؟ تمام، يعني في عندنا اكتر من 4 بيبل، تمام، اكتر من 4 اشخاص جايين باعراض فود بويزن اللي هو ترجيع واسهال. الكلام ده هنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو جروب بيبل، يعني مجموعه من الناس جايين بنفس الاعراض، كانوا نفس الاكل في نفس الانكيبيشن بيريد، كلهم جايين مع بعض كده، ده اسمه فود بويزن. ايه بقى اسباب الفود بويزن؟ ممكن تكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون بارازايت. ايه هو الموست كومن كوز؟ فيروس 80% اوف كوزز are caused by virus. Which virus? The no work virus. ده most common. تمام؟ طيب الميكروبس عامة بنقسمها ايه؟ بنقسمها بكتيريا وفيروس وبارازايت. البكتيريا عندي بتكون توكسوجينيك، يعني release toxin، او interior invasive، يعني invade the wall of intestine. Invade the wall of intestine. تمام؟ طيب ايه هي الاكزامبلز اوف توكسوجينيك؟ الاستاف طبعا، التوكسوجينيك ايكولاي، مش احنا عندنا الايكولاي في منها نوعين، في توكسوجينيك ايكولاي وفي انتيو انفيزيف ايكولاي. تمام، فطبعا هنا اكيد يقصد التوكسوجينيك ايكولاي الكوليرا. تمام، ريليز الكوليرا توكسين. التوكسين دوت بيكون بيجي منين؟ يا اما البري فورمد، يا اما التوكسين ده يكون بري فورمد in improperly stored food، زي مثلا اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو البوتوليزم، اللي هو مثلا لو في canned food. تمام، canned food ممكن التوكسين يتكون جوه الكان، فده بيسموه preformed toxin، يعني توكسين اتكون وبعد كده انا اكلت التوكسين. او ممكن البكتيريا ذات نفسها تخش جوه، تمام، وتريليز التوكسين وهي جوه الانتستين، فدي بيسموه، فالتوكسين بيتكون انسايد الجي اي تي. وطبعا اشهر حاجه ليها ايه؟ الكوليرا. تمام، ان الكوليرا بتخش، وبعد ما بتخش بتريليز التوكسين بتاعت الكوليرا انسايد الجي اي تي. طيب انتيو انفيزيف طبعا في اسباب كتيره جدا، هو كاتب هنا سببين، السالمونيلا والشيجيلا بس. تمام، ده البكتيريا ذات نفسها بتخش تعمل انفيجن للوول اوف ذا انتستين. تمام، الفيروسات اللي عندنا روتا فيروس، نووك فيروس، والانتيرو فيروس. تمام، دي الفيروسات اللي طبعا الحاجات دي كلها شويه، من ده مايكرو بيولوجي اكتر يعني. والبارازايتس عندي جيارديا وانتاميبا. تمام، الاسباب الاندوجينس للفود بويزنينج، يا اما بلانت او فيش. تمام، بلانت او فيش. الفيش اللي احنا هناخده كمان شويه اللي هو سيجواتيرا والسكومبرويد، سيجواتيرا والسكومبرويد ده هناخده كمان شويه. البلانت المشروم طبعا، مشروم، ناس يعني مجموعه راحوا كانوا من مطعم كان الاكل فيه مشروم، والمشروم ده كان مشروم سام، فجالهم كلهم فود بويزنج. تمام، او مجموعه سافروا مثلا، راحوا مثلا اسمها ايه دي، هاواي ولا حاجه، وهناك اصطادوا سمك. تمام، هناك وجالهم بعد كده اعراض هنتكلم عليها، سيجواتيرا او سكومبرويد فيش بويزنينج. تمام، او بقى حاجات الكيميكالز، زي ان انت خدت كلت خضروات كانت ملوثه بالاورجانوفوسفورس، او ملوثه بالهيفي ميتالز، ان مثلا خضار مزروع جنب مصنع مثلا بالويست برودكت بتاعه، او سينك مثلا، او ليد، فاهمني، او سينك او ليد، او الميركري هنتكلم عليه في شابتر الميتال، فاهم قصدي؟ كل الكلام ده هنتكلم عليه في شابتر الميتال. ممكن الحاجات دي تلوث الاكل اللي انت بتاكله، او تلوث السمك اللي انت بتاكله. تمام، او الميت بريزيرفد ويز نايتريتس، دي بقى دي حته مهمه شويه، ان احنا بص دي سلايد اللي هي بتتكلم فيها على الانفلاماتوري
تمام، والنون انفلاماتوري كوزز اوف ايه دايريا. تمام، هي بقى عندك الاسباب هنا كامله دي بقى، بس ده من للميكروبيولوجي يعني مش مش للتوكسيكولوجي خالص، وبرضه اسباب الانفلاماتوري هنا برضه كامله، وهنتكلم على كلينيكال بيكتشر يعني كمان شويه. طيب انا بس كنت عايز اتكلم على الفود بريزيرفد ويز نايتريت. المفروض في عندنا يعني اللي هو ايه اللانشون والباسترنا والحاجات ديت، المفروض هم بيستخدموا نايتريت عشان يعملوا لها بريزرفيشن. طبعا 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 المفروض تبقى ايه بكميه معينه، تمام، اللي هي 200 بي بي ام، تمام، بس احنا طبعا ما نعرفش في مصر هم بيستخدموا الكميه دي ولا ما بيستخدموهاش، فاحنا يفضل ان احنا نقلل كميات اللانشون والباسترنا اللي احنا بناكلها. تمام، طيب الجزء الثاني بقى في الفود بويزنينج اللي هو المانجمنت اوف فود بويزنينج، يعني الهيستوري بيبقى ازاي، كلينيكال بيكتشر بتبقى ايه، الانفستيجيشن الكومبليكيشن كده. اول حاجه الهيستوري، الهيستوري دوت مجموعه من الاشخاص، عارف اللي هو ايه زي المدينه الجامعيه كده، فاهم قصدي؟ اشهر حاجه للفود بويزن المدينه الجامعيه مثلا بتاعت الازهر، كان كتير جدا بيحصل فيها فود بويزنينج وبنسمع عنه يعني. وبرضه في عين شمس عندنا سمعنا مرتين عن فود بويزنينج عندنا، اللي هو الناس كلهم كانوا من نفس الاكله في كلهم جالهم نفس الاعراض في نفس الوقت، تلاقي مثلا في 70 80 حاله راحوا اتحجزوا كده مع بعضيهم، او مثلا كان في مره شفتها في الاستقبال واحد جه عمل عزومه لدار ايتام، بس كان الاكل للاسف كان فاسد، فدار الايتام كلها راحت على المستشفى، تمام، كان تقريبا جاي 70 حاله او 80 حاله في اليوم ده، كان بيبقى استقبال يعني فاهم بايظ خالص. ف فود كونسيومد باي جروب اوف بيبل ليهم جالهم نفس الاعراض في نفس الانكيبيشن بيريد، كلهم جم كده على بعضيهم. كلينيكال بيكتشر عندي توكسوجينيك وانتيو انفيزيف. بص احنا عندنا في تو تايبس، دي حته لازم دي ركز فيها كويس قوي 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 في الامتحان، دي بيجي فيها ام سي كيو، اللي هي الفرق ما بين التوكسوجينيك والانتيو انفيزيف. التوكسوجينيك الانكيبيشن بيريد بتاعتها ايه؟ شورت. ليه؟ لان هو البكتيريا بتخش، يا اما انت واكل توكسين جاهز، يا اما البكتيريا تخش جوه تطلع توكسين، والتوكسين بيشتغل في ثواني، تمام، فعشان كده الانكيبيشن بيريد بتاعتها تكون صغيره. يعني مثلا انت فطرت الصبح، مثلا فطرت الصبح على العصر، على العصر المدينه الجامعيه كلها بترجع، تمام، ترجيع واسهال على العصر، فاهم قصدي؟ فدوت يبقى دي توكسوجينيك. انما لو انت مثلا كلت حاجه مثلا النهارده وعلى بالليل على بالليل او اليوم اللي بعديه بدا يجي اسهال، فاهم قصدي؟ بدا يجي اسهال، يبقى ده اكتر انتيو انفيزيف، تمام؟ يبقى الانتيو انفيزيف بتكون لونج انكيبيشن بيريد، التوكسوجينيك شورت. الفتره برضو التوكسوجينيك دي بتكون فترتها بتقعد يعني زي الاستيل كده، بتقعد اقل من 24 ساعه والدنيا بتخف لوحدها من غير اي حاجه، احنا بس بنعالج سيمتوماتيك للبيشنت. يعني حتى احنا ما بنديش هنا في التوكسوجينيك احنا ما بنديش ايه؟ ما بنديش انتي بايوتكس، احنا بنعالج سيمتوماتيك بس، البيشنت بيرجع نديله اي في فلويد، نديله انتي اميتك كده، فاهمني؟ بنعالج سيمتوماتيك فقط. الانتيو انفيزيف بقى لا، الانتيو انفيزيف دي بكتيريا، انا عندي مثلا انتستاينال وول اهوت، تمام؟ دي بكتيريا ودخلت عملت انفيجن للانتستاينال وول. هنا. بدل ما عملت انفيجن للانتستاينال وول اتعرضت للوايت بلاد سيلز بتاعتي، وايت بلاد سيلز جت تهاجمها هنا. بقى في ايه؟ بقى في معركه حاصله جوه الوول بتاع الانتستين. طبعا الانكيبيشن بيريد بتاعتها هتبقى اطول، والديوريشن هتبقى اطول، ليه؟ ان في ما شاء الله في باتن شغاله في الوول بتاع الانتستين بتاعك، تمام؟ بعدين احنا حصل انفيجن يبقى متوقع، ما دام الوايت بلاد سيلز راحت، الوايت بلاد سيلز ديت بتطلع انترلوكنز، تمام؟ اثناء المعركه ديت الانترلوكنز ديت بتروح تعمل فيفر، صح؟ فعشان كده في الانتيو انفيزيف هيكون في فيفر، تمام؟ هيكون في ميوك، الاسهال هيكون ميوكويد اند بلادي. ليه ميوكويد اند بلادي؟ ليه؟ في معلومه مهمه قوي احنا لازم نعرفها في التوكسوجينيك والانتيو انفيزيف. التوكسوجينيك السايد بتاعها مينلي سمول انتستين، مينلي سمول انتستين. الانتيو انفيزيف السايد بتاعها مينلي لارج انتستين، تمام؟ مينلي لارج انتستين. اللارج انتستين ده اللي فيه اكتر حته فيها جوبلت سيلز، اكتر حته يعني لما بيجي يحصل فيها الانتيو انفيزر، لما بتيجي تعمل باثولوجي بتعمله في اللارج انتستين. التوكسوجينيك لما بتعمل باثولوجي بتعمله مينلي في السمول انتستين، تمام؟ تعال بقى نقرا بقى الكلام دوت، هتلاقيه سهل قوي. الفيفر طبعا اكيد في الانتيو انفيزيف لان هي عملت انفيجن ودخلت جوه الوول. الفوميتنج ليس بروميننت، ليه؟ ليه ليس بروميننت؟ لان هو بيشتغل على اللارج انتستين، اللارج انتستين ايه اللي هتعمل فوميتنج دي؟ انما السمول انتستين ايوه ده شغال قريب، فاهمني؟ عشان هو بيشتغل مني على السمول انتستين، فعشان كده الفوميتنج هيكون هنا بروميننت اند بروفيوز، تمام؟ بلاد في الستول لا، مفيش بلاد في الستول. ليه؟ لان هو ما عملش انفيجن،
انما هنا في بلاد وميوكس في الاستول. ليه؟ علشان عمل انفيجن. طبعا الاثنين اكيد فيهم ابدومينال بين. تمام. في حاجه ثانيه انت ممكن تزودها بتساعد كلينيكالي انك تعرف البيشنت ده برضه توكسوجينيك ولا انتيو انفيزيف. دي حاجه كلينيكالي بتفيدنا جدا. تمام. ايه بقى؟ ان البيشنت بتاع التوكسوجينيك دوت يقول لك ايه؟ يقول لك انا عندي ابدومينال بين وبلوتينج وفوميتنج وضيعيه جامده، اسهال وترجيع جامد. انما بقى الناحيه الثانيه يقول لك انا عندي اسهال بيكون فريكوينت، الاسهال بيخش يعمل بيخش حمام كتير بس ما بيعملش كميات كتيره. تمام. ليه؟ لان الانفيجن في الكولون تمام بيعمل اريتيشن للوول بتاع الكولون، فالعيان ده بيخش يعمل كتير بس نتيجه الانفيجن، فبيكون ملي اكتر بلاد وميوكس نازلين وشويه، والسوب بتاعه بيكون فلويد شويه. فدي حاجه بتساعدنا كلينيكالي ان احنا نفرق ما بين الانتيو انفيزيف والتوكسوجينيك. الانفستيجيشنز طبعا بقى ايه؟ احنا بنعمل فود والستول. دايما بنقول للعيان ايه؟ بنقول للعيان ايه؟ بنقول لهم بناخد عينه من البراز وعينه من الاكل الاثنين. تمام. بنعمل لهم مزرعه وحاجه اسمها توكسين اناليسيس. يبقى انا خدت عينتين، خدت عينه من الاكل وخدت عينه من الستول، عملت بكتيريال كلتشر وعملت توكسين اناليسيس. ان لو في عندي بكتيريا توكسوجينيك تمام، فاحنا بنقدر نعمل توكسين اناليسيس. تمام. الحاجه الثانيه طبعا بقى اللي هو الحاجات الراندم العادي، ان البيشنت ده ايه؟ البيشنت ده بي فوميتنج. هي مشكله البيشنت ده ايه؟ فوميتنج ودايريا صح واسهال. فوميتنج ودايريا دي ممكن يدخلوا اي حد في ايه؟ في دي هايدريشن. يدخلوا اي حد في دي هايدريشن صح. والدي هايدريشن ده بيعمل مشكلته ايه؟ يعني مشكلته بيعمل الكترولايت. انت في الفوميتنج والدايريا دي انت بتلوز الكترولايت. تمام. فبيعمل الكترولايت امبالانس، الكترولايت امبالانس، وممكن يدخل العيان ده في ايه؟ في بري رينال فيلير. تمام. فعشان كده احنا بنعمل سيرم الكترولايت وكيدني فانكشن تيست وبلاد شوجر راندوم بلاد شوجر. تمام. دي اللي هي الحاجات البيزك بتاعتنا يعني. التوكسوجينيك احنا بنعمل ستول اناليسيس. نتاك احنا هناخد عينه من الستول، بنعمل العينه. يبقى بص لو انا جيت صفحه فاضيه كده، احنا عينه من الستول اهي. تمام. العينه من الستول دي انا بعمل لها ايه؟ بعمل لها اناليسيس، بعمل لها كالشر، بعمل لها ايه؟ ستول اناليسيس عادي، وبعمل حاجه اسمها توكسين اناليسيس. يبقى انا بعمل لها ثلاث حاجات. طيب دي عينه الستول. طب انا لما بشوف عينه الستول ببص هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ هلاقي فيه بس ماشي، وهلاقي فيه كمان ريد بلاد سيلز. يعني هلاقي فيه بس موجود وهلاقي فيه ريد بلاد سيلز. ليه؟ نتيجه الانفيجن اللي حصل جوه الولف في الانتيو انفيزيف. تمام. وبعمل للعيان دوت سي بي سي، بعمل للعيان ده كمان سي بي سي نتيجه في الانتيو انفيزيف. طبعا اكيد هيزيد ايه؟ هيزيد التي ال سي توتال ليكوسيتك كاونت. انما في النون انفيزيف ممكن ما يزيدش، وممكن يزيد حاجه بسيطه خالص يعني، بس هو موستلي هتلاقي السي بي سي، السي بي سي بتاع البيشنت نورمال يعني. طيب الكومبليكيشن والتريتمنت. الكومبليكيشن زي ما قلنا ان البيشنت ده مشكلته فوميتنج اند دايريا. تمام. فالبيشنت ده بيلوز، بيحصل لوس لايه؟ بيحصل لوس للفلويد، وما تنساش لوس للالكترولايت كمان. وهناخد ان شاء الله في الاطفال السنه الجايه ان في عندنا حاجه اسمها هايبوناتريميك دي هايدريشن، وحاجه اسمها نورمونتريميك دي هايدريشن، وحاجه اسمها هايبرناتريميك دي هايدريشن. يعني دي هايدريشن دوت بيكون ليه كلاسيفيكيشن. فاهم قصدي؟ اكوردنج لايه؟ اكوردنج للالكترولايت امبالانس اللي حصل لي. تمام. طيب مين اكتر ناس بيتاثروا بالدايريا والدي هايدريشن دوت عامه؟ الاطفال الصغيرين الانفنت، والناس الكبار في السن والاولد ايج. فعشان كده الاكستريم اوف ايج بيكونوا معرضين جدا لقصه الدايريا والدي هايدريشن دي. تمام. واحنا قلنا ان مشكله الدي هايدريشن ان البيشنت ده ممكن يجي يخش في هايبوتنشن ويجي له بعد كده ايه؟ بري رينال فيلير. تشوف اليوريا واليوريا والكرياب بتاع العيان، تلاقي الكرياب بتاعه مثلا 2.2، وبعد يوم تلاقي الكرياب بتاعه بقى 4.2. فاهم قصدي؟ عمال يزيد كل شويه. ليه؟ البيشنت ده دخل في بري رينال فيلير. طيب الانتيو انفيزيف بقى، الانتيو انفيزيف في كومبليكيشن بتحصل بس على حسب نوع البكتيريا اللي سببت الفود بويزنج. تمام. في الشيجيلا والايكولاي او 175 اتش 7. تمام.
ايه بقى ايه اللي بيحصل فيها؟ بص يعني هقولها لك بسرعه كده. احنا عندنا التوكسين دوت بيخش جوه البلد، بيخش جوه البلد تمام، وبيروح يعمل حاجه اسمها مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا. يعني ايه؟ يعني بيروح يعمل دامج في البلد فيسل بتاعه الكلى. لو انا رسمت لك الكلى كده تمام، الكلى كده، وجيت حته كده من البلد فيسل اللي جوه وجيت كبرتها تمام، بيعمل دامج للبلد فيسل اللي هنا دي، فيجي الفايبر يجي يحصل له ديبوزيشن هنا كده تمام، تيجي بعد كده الريد بلاد سيلز معديه، الريد بلاد سيلز بتاعتي معديه كده، يحصل لها شيرنج تبقى عامله كده. المهم يعني ان هو بيخش بيقفل الاوعيه الدمويه الصغيره مايكرو انجيوباثيك، بيقفل الاوعيه الدمويه الصغيره هيموليتيك انيميا تمام. فبيعمل حاجه اسمها هيموليتيك يوريميك سيندروم. الاسم ده جه منين؟ انا قلت لك الريد بلاد سيلز انا حصل عندي دامج، التوكسين عمل دامج في البلاد فيسل تمام، فتيجي الفانوال براند فاكتور تمام، يقوم جاي عامل اجريجيشن في الحته دي هنا كده، الريد بلاد سيلز تيجي تعدي من السمول، احنا كل ده في السمول بلاد فيسل اوف ذا كيدني، سمول بلاد فيسل اوف ذا كيدني، تيجي الريد بلاد الار بي سي تعدي يحصل لها شيرنج تتقطع تمام. فلما تتقطع يحصل هيموليسيس، فعشان كده عندي كلمه هيموليتيك. طب يوريميك ليه؟ ليه كلمه يوريميك؟ لان الكلام ده كله بيحصل جوه السمول بلاد فيسل اوف ذا كيدني، فالكليه بدا يحصل يعني الوعاء الدموي بدا يضيق هنا، فاهمني؟ الوعاء الدموي بدا يضيق، بدا الدم يقل اللي وصل للكلى، فبدات الوظائف بتاعت الكلى تبدا تعلى، فعشان كده سموها هيموليتيك يوريميك سيندروم تمام. ده الكلام اللي بيحصل في الشيجيلا شيجا توكسين والايكولاي او 175 اتش 7 تمام. ايه السبب الثاني؟ الكامبايلوباكتر. الكامبايلوباكتر دوت بيعمل حاجه اسمها جوان باري سندروم واكتف ارثرايتس. الكلام ده هيتاخد السنه الجايه ان شاء الله في البطنه. جوان باري سندروم انا لو رسمت كده من السباينال كورد وطالع منه نيرف ووصل للعضله تمام، الجوان باري سندروم دوت دي مايلينيشن، دي مايلينيشن في البريفرال نيرفس سيستم، في العصب اللي رايح للعضلات تمام. فده الجوان باري سندروم. الرياكتيف ارثرايتس دوت ده هناخده السنه الجايه ان شاء الله برضه، اللي هو البيشنت يجي له اسهال نتيجه الكامبايلوباكتر تمام، وبعد الاسهال تلاقي العيان بعدها باسبوعين كده رجليه المفصل البيج جوينتس في جسمه زي النيو جوينت مثلا تلاقيه حصل فيه ارثرايتس، ريدنس هوتنس تندرنس اريثيما تمام. ده بيحصل بعد فتره نتيجه ان اتكون انتي بوديز، الكامبايلوباكتر دخلت، نقولها بسرعه كده، لو قلنا ان دي الكامبايلوباكتر دخلت اتكون ضد الكامبايلوباكتر انتي بوديز، الانتي بوديز دي راحت تهاجم البريفرال نيرفس سيستم وراحت تهاجم الجوينت، راحت تهاجم الجوينت بتاعنا، فعشان كده عملت جوان باري سندروم وعملت رياكتيف ارثرايتس تمام. وبقى ايه اكسترا انتستاينال بقى زي سيبتسيميا، لو يعني حصل، لو البكتيريا بتاعتي يعني لو البكتيريا بتاعتي عدت اللي هي كل ده احنا في الانتيريو انفيزيف، احنا المفروض انها بتعمل انفيجن للوول بتاع الانتستن، دخلت عملت انفيجن، لو كمان بقى كملت بقى ودخلت عملت انفيجن جوه بقى، فاهم قصدي؟ وعملت بيرفوريشن، هي ممكن تعمل بيرفوريشن تمام. تدخلنا بقى ايه في بريتونايتس وسيبتسيميا والقصص بتاعتنا ديت تمام. طيب في بقى هنا يقول لك ايه هي الديفرنشال دايجنوز اوف فود بويزنينج، ديفرنشال دايجنوز اوف فود بويزنينج تمام. يقول لك فود بويزنينج بلس اكيوت جاستر انترايتس، اللي هو الكلام اللي احنا شرحناه دلوقتي، اللي هو ايه؟ اللي هو البيشنت اللي عنده فوميتنج ودايريا دوت وابدومينال بين تمام، او فود بويزنينج نتيجه الكيميكال اللي احنا قلناها برضه، اللي هو الفود اللي هو الميت بريزيرفد ويز نايتريت هيدخله ايه في ميتهيموجلوبينيميا. احنا شرحنا الميتهيموجلوبينيميا بيكون فيه ساينوزز وايه هو الكوز اوف ساينوز والكلام اللي احنا قلناه دوت تمام. الرجيك لايك راش اند هيديك دي هنشرحها كمان شويه في السكومبروتوكسين تمام. الباراسيزيا برضو هنشرحها في سيجواتيرا كمان شويه، يبقى دي هنشرحها كمان شويه ودي برضو هنشرحها كمان شويه، والاثنين دولت نتيجه اكل السمك فيش ممكن نكتب جنبها فيش تمام. طيب حاجه ثانيه اللي هو الكولينيرجيك سندروم برضو دي هتتشرح في الاورجانوفوسفوس تمام. نيو ماسكولار ويكنس هنشرحها كمان شويه في البوتيوليزم وفي السيجاتيرا برضو.
التشيست بين نتيجة المونو صوديوم جلوتاميت دي اللي هي بيسموها تشاينيز ويسترن سيندروم، يعني حاجة مش عليك كده يعني. دي يكون يعني البيشنت يكون جاي فود بويزن وبريزنتنج باي تشيست بين بعد ما يكون كل في مطعم صيني، يعني ان هم بيستخدموا المونو صوديوم جلوتاميت في الاكل بتاعهم. ديفرنشال دايجنوز اوف فوميتنج، لو البيشنت ده ايه سبب الترجيع عامه، ده سؤال على فكره بيجي في امتحان البطنه، ده سؤال بيجي في امتحان البطنه يقول لك ايه واحد ايه سبب الترجيع، يقول لك ممكن يجي سؤال يقول لك ايه اكسترا، كان في سؤال جه في امتحان كده فاكر سنتين كده اكسترا انتستاينال، كان سؤال جاي كده اكسترا انتستاينال كوزز اوف فوميتنج، يعني ليه واحد يرجع وما عندوش مشاكل في الانتستين، الجي اي تي بتاعه حلو يرجع ليه، فاهمني؟ كان سؤال جاي كده، سؤال جاي كان سؤال جميل يعني. عامه يعني ايه ديفينشن دايجنوز اوف فوميتنج، احنا قلنا في الفوميتنج اللي الناس جايين كلهم بيرجعوا مع بعض تمام نتيجه الكربون مونوكسيد بويزنينج، ودي شرحناها في الكربون في التوكسيك جازز او الميتهيموجلوبينيميا او الفود بويزنينج اللي احنا شرحناه من شويه، اللي هو مجموعه حصل لهم في حريقه كربون مونوكسيد بويزنينج كلهم جايين بيرجعوا، او ميتهيموجلوبينيميا ناس كانوا فود بريسيفد ويز نايتريت كلهم جم يرجعوا، او الفود بويزن العادي اللي احنا شارحينه دوت اللي هو في بتاع المدينه الجامعيه تمام، او individual causes of vomiting، دي بقى ايه اسباب البطنه، اسباب البطنه العيان بيرجع ليه، العيان بيرجع ليه، ممكن يكون نتيجه acute abdomen، العيان دوت في مشكله كبيره جدا في بطنه هي اللي مسببه له الترجيع، زي البنكرياتيتس intestinal obstruction appendicitis التهاب الابندكس تمام، دي الاكيوت ابدومن باسبابه، دي مش يعني الاكيوت ابدومن ده ليه 20 30 سبب، هو كاتب هنا ثلاث اسباب بس، او انيشال سيمتوم اند ساين اوف اذر ايلنس، ممكن البيشنت ده يكون البيشنت ده مثلا عنده مايجرين، المايجرين من كتر الهيديك ممكن يبقى اسوشيتد وذ فوميتنج تمام، او البيشنت ده دخل في سيبتيسيميا، او البيشنت ده دخل في سيبتيسيميا تمام، او البيشنت ده عنده مثلا انكيفالايتس، فايرال انكيفالايتس، كل الحاجات دي ممكن العيان ممكن يجي له فوميتنج، او انكريز انتراكرانيال تنشن اللي هو فاكر ان الفوميتنج اللي هو البيز اللي هو البيرزيستنت بيرستنج هيديك، بيرستنج هيديك وفوميتنج بروجكتايل فوميتنج، بروجكتايل فوميتنج اللي هي الحاجات بتاعه الانكريز ده انتراكرانيال تنشن عامه يعني، او بيناين بوزيشنال فيرتايجو مشكله ميدل اير تمام، مشكله ميدل اير ممكن تخلي العيان يرجع، ودي حاجه ان شاء الله تاخدوها في الان تي. طيب الصفحه اللي بعد كده عندي اللي هي الفيش بويزنينج، اكتب على الصفحه دي كده الفيش بويزنينج اللي هي ايه السجاتيرا والسكومبرايد تمام، هناخد اول حاجه عباره عن ايه السيجاتيرا والسكومبرويد دوت، وبعد كده ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم، بنشخصهم ازاي، بنعالجهم ازاي، نبدا بسم الله. اول حاجه دي كيس بقى، دي كيس احنا بص السيجاتيرا والسكومبرويد انت مش هتشوفهم كتير، فعلشان ما تنساهمش ويفضلوا معلمين في دماغك لازم تقرا كيس ليهم، مش كيس واحده كذا كيس، وممكن تخش على يوتيوب تمام، دينا الطريقه يعني بعلمك تذاكر بيها، ممكن تخش على يوتيوب مثلا تكتب سيجاتيرا تمام، هيجي لك فيديوز لبيشنت بيحكي على قصته مع السيجاتيرا ايه، فاهمني؟ طيب هنا بيقول لك ايه تو ميديكال ستودنتس ماشي راحوا في كوك ايلاند تمام، بوث وير بريفيسلي هيلثي اند هاد نو سيجنيفيكانت ميديكال هيستوري، قشطه يعني. بيقول لك ايه بقى 6 hours after eating parrot fish تمام، جالهم ايه؟ جالهم مايلد نوزيا ويز نو اسوشيتد فوميتنج اند دايريا، يعني في هيستوري اوف ايه؟ فيش كونسامشن، إيه الناس دي كانت فيش، الناس دي كانت سمك تمام؟ طيب بعد ما كانوا السمك بيقول لك these symptoms were followed by fatigue, lethargy and generalized weakness which lasted for 48 hours ماشي 36 hours after eating the fish they developed a collection of neurologic symptoms، يعني البيشنت كل سمك جاله اعراض جي اي تي تمام، الاعراض الجي اي تي دي قعدت جاله بعد 6 ساعات، وكانت سيلف ليميتنج
سيلف ليميتنج. احنا بنعمل اناليسيس للكيس دايما البيشنت لازم تعمل له اناليسيس كده تمام. بعد ما البيشنت ده خلصنا الجي اي تي سيمبتومز اللي كانت عنده بعدها بدا يجي له نيورولوجيك سيمبتومز. يبقى ايه ده؟ يبقى الراجل دوت الضغط بتاعي فيش كل سمك وبعد كده جاله جي اي تي سيمبتومز دي كانت بسيطه تمام. وبعد كده الراجل ده جاله ايه؟ جاله نيورولوجيك سيمبتومز. فهمني؟ يبقى هي الاناليسيس اوف ذا كيس بيمشي كده بيمشي بالطريقه دي معانا. طيب النيورولوجيك سيمبتومز دي كانت عباره عن ايه؟ الراجل ده اشتكى من ايه يعني؟ اول حاجه جاله اكستريميتي برايتس يعني الراجل ده كان جاله هرش في اطرافه بيهش عايز يهش في ايده ورجليه. جاله باراسيزيا حوالين الماوث تمام؟ احساس غريب في الماوث والهاند والفيت احساس غريب في ايديه ورجليه وبقه في تنميل فاهم قصدي. وبعد كده عنده مايالجيا اند كولد اند دينيم كولد فلويد اند اوبجكت وفيلت فيلت از هوت. يبقى ايه ده؟ دي حاجه غريبه جدا. الراجل ده يقول لك لما باجي اشرب الحاجه الساقعه بحس ان هي سخنه وعندي بيرنينج سنسيشن بيكون عنده بيرنينج سنسيشن في بقه تمام. هوت فلويد اند اوبجكت وستيل فيلت از هوت تمام. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك ان هو الحاجه الساقعه كان بيحسها سخنه والسخنه كان لسه بيحسها سخنه. طيب ماشي. Drinking cold fluid produces tingling sensation in the mouth تمام. طيب دي كيس تمام. دي كده كيس. نشوف كيس ثانيه كده. انا لغايه دلوقتي انا لسه مش عارف انا بتكلم على ايه. بتقول لك الست ديت كانت كويسه تمام. اثنين واخد بالك ان في ايه جروب ها يعني في اثنين مش حد واحد مش واحد لوحده. بدأوا يحسوا ان هم تعبانين بعد ما اكلوا سمك تمام. الاثنين جالهم ترجيع ووجع في بطنهم واسهال تمام. والاسهال والجي اي تي سيمبتومز ديت خفت بعد 12 ساعه. طيب ذا كابل ريتيرن ات هوم فيلينج مش عارف ايه كده 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 سيفرال دايز بوث بيشنتس نوتست بيزار فيشيال and extremity paresthesia as well as bizarre facial and extremity paresthesia. يعني بدأ يجي لهم بعد كده بقى ايه تنميل في بقهم تمام. وبعد كده بدأوا يحسوا ان الكولد فود سيمز هوت تمام and hot drinks tasted ice. يعني بدأ يحصل لهم ايه؟ يحسوا الحاجه الساقعه بقت سخنه والسخنه بقت ساقعه تمام. طيب وبعد كده يقول لك ايه بقى؟ بدأوا بعد كده يجي لهم بقى هيدكس وماليز وبيرنينج سنسيشن اند نمبنس ان ذا هاند اند فيت تمام؟ وين اكسرسايزنج ذا مان اكسبيرينسد امبيرابل برايتس. لما بيجي يعمل اكسرسايز في رجليه مثلا او في ايديه بيحس هرش جامد تمام؟ طيب يعني الراجل دوت جاله نعمل اناليسيز للكيس. الراجل ده كان فيش وبعد كده جاله جي اي تي سيمبتومز وبعد كده جاله نيورولوجيكال سيمبتوم اند ساين تمام. طيب الراجل ده في البريفرال اكزامينيشن بتاعي كان في فايندينج في ايه؟ كان في عنده رومبرنج اند جيت. ده فين؟ ده في البريفرال ده في النيورولوجيكال اكزامينيشن بتاعه. يعني الراجل ده كان عنده اتاكسيا تمام. طيب 5 weeks after the onset of symptoms the diagnosis of ciguatera was made. يعني الراجل دوت اتشخص بعد 5 اسابيع من بعد ما كان الفيش. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا نفهم من الكيس دي ان الراجل دوت بيجي له جي اي تي سيمبتومز غالبا بتخف في خلال 12 ساعه وبتكون بسيطه جدا. وبعد كده بيجي له نيورولوجيكال سيمبتومز. نيورولوجيكال سيمبتومز دي ممكن تستمر معاه اسابيع تمام. لدرجه ان في البيشن دوت استمرت معاه لحد اسبوع العاشر لحد الاسبوع العاشر 10 ويكس تمام. طيب تعالى بقى نشوف بقى ايه هي السيجماتيرا ديت. عباره عن ايه؟ عباره ان انا عندي في حاجه اسمها الجي تمام. يعني ده كلام عبيط كده يعني. مهم ان الالجي دوت ده اللي فيه التوكسين. الالجي دوت بيبقى كونسيومد باي هيربيفرس فيش يعني سمك حجمه صغير تمام. يبقى الالجي دوت اللي فيه التوكسين بيبقى كونسيومد باي هيربيفرس فيش سمك حجمه صغير. وبعد كده السمكه الصغيره ديت كانتها سمكه كبيره تمام اللي هي الكارنيفرس فيش تمام. زي ايه؟ زي الماكريل كده زي الاسبانيش ماكريل تمام. فبعد كده التوكسين بيكون متراكم
جوه الفليش، جوه الفليش بتاع السمكه، تمام؟ زي بص الصوره دي جميله قوي، السيجا توكسين الالجي كلتها، وبعد كده لارجر فيش كلت السمول اللي هو السمول فيش كلت الالجي، وبعد كده لارج فيش جت كلت السمول فيش، تمام؟ وفي الاخر الهيومن كل اللارج فيش ديت، تمام؟ اللي هو بص الصوره دي برده جميله اهيت، ادي دي الالجي، الجي واز كونسيومد باي سمول فيش، سمول فيش واز كونسيومد باي لارج فيش، واللارج فيش دي كونسيومد باي انذر فيش، تمام؟ وفي الاخر انت الانسان راح اصطاد السمكه ديت فجاله سيجواتيرا، تمام؟ طيب يعني هي جت منين؟ اللي هو الكلام اللي انا كاتبه هنا، سمول فيش ايتنج الجي اللي هو الهيرب، تمام؟ كونتين السيجا توكسين، وبعد كده السمول فيش ايتن باي لارج فيش، وبعد كده التوكسين ده بيبقى ايه؟ بيبقى كونسنتريتد في الفليش بتاع السمكه، تمام؟ طب في حاجه، هل مثلا انت ممكن تقول للراجل لو السمكه دي ريحتها وحشه او طعمها وحش مش عارف ايه ما تاكلهاش؟ لا، السمكه لما بيكون فيها سيجا توكسين السمكه لونها وطعمها وريحتها بتكون عاديه ما فيهاش اي حاجه خالص. طيب ممكن مثلا نقول للعيان ان انت لو سخنت السمكه كويس فالتوكسين ده هيبقى ديسترويد؟ لا، ولا هيبقى ديسترويد باي هيت، ولا هيبقى ديسترويد باي فريزنج، ولا دراينج، ولا جاستريك اسيد، التوكسين از ستيبل جدا. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ ان انا تو افويد السيجواتيرا بويزنج، الحل ان انا دو نوت ايت لارج فيش، هو ده الحل، بريفنشن، حل ان انت تبقى يعني تقي نفسك، فاهمني؟ طيب انا جايب الصوره، انا جاي في كاتب لك حاجه كاتبها هنا اللي هو الفود بويزنج بلس نيورولوجيك سيمبتومز اند ساينز، في فود بويزنج بلس نيورولوجيك سيمبتومز اند ساينز، اللي هي ايه؟ اللي هي السيجواتيرا دي واحده منهم، تمام؟ طيب الميكانيزم اوف اكشن، انا بس نسيت، انا الميكانيزم اوف اكشن الباثوفيزيولوجي توكسين ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ان هو بيستيميليت الصوديوم تشانل اوف نيورون وكاردياك وجي اي تي، تمام؟ فبيحصل ريبيتيتيف نيورو ترانسميتر ريليز، يحصل ديبليشن اوف نيورو ترانسميتر في السينابتيك فيسيكل. يعني ايه الكلام دوت؟ بص انا عندي السباينال كورد اهو طالع منه انتيريور هورن سيلز اهيت، تمام؟ طالع منها نيرف، النيرف دوت واصل لحد عامل بعد كده السينابتيك فيسيكل، وبعد كده استنى كده، وبعد كده الماسل اهي، تمام؟ دلوقتي بقى ايه؟ دلوقتي النيرف دوت مش فيه كوندكشن، النيرف كوندكشن بيحصل الصوديوم عن طريق الصوديوم تشانل، تمام؟ في النيرف ده، تمام؟ فهو بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن للصوديوم تشانل، فالنيرف يحصل ريبيت نيرف ديبولاريزيشن، النيرف كل شويه عم بيحصل ديبولاريزيشن ديبولاريزيشن ديبولاريزيشن، فالنيو ترانسميترز هنا عماله تو بي ريليزد ان ذا سينابتيك كليفت لحد ما هيحصل ايه؟ هيحصل ديبليشن للنيو ترانسميترز ان ذا سينابتيك كليفت، تمام؟ ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع السيجواتيرا، تمام؟ اهي ان هو ده الاكسون بتاعي، الاكسون بتاعي بيعمل استيميليشن هنا للصوديوم تشانل، تمام؟ فيحصل ريبيتد ريليز للنيو ترانسميترز في السينابتك كليفت لحد ما يحصل لها بعد كده ديبليشن اوف نيو ترانسميترز ان ذا سينابتك كليفت. بس انا عايزك تعرف حاجه واحده بس، ان هو بيعمل استيميليشن للصوديوم شانل، بس انا مش عايز حاجه ثانيه منك غير كده في الحته دي. ده الميكانيزم اوف اكشن. طيب ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ هي افتكر دايما الكيس في دماغك، تمام؟ الكيس في دماغك الراجل دوت لما كان جالهم جي اي تي سيمتومز، تمام؟ وكانت حاجه بسيطه جدا، شويه جي اي تي سيمتومز وكانت حاجه بسيطه، نوزي فوميتنج دايريا ابدومينال بين عادي. اللي انا كاتبه ده العلاج، علشان يعني كل حاجه جنبها علاجها. لو البيشنت جاله شويه ترجيح نديله انتي اميتك ما فيهاش حاجه، فولود باي نون جي اي تي سيمتومز، مينلي نيورولوجيك سيمتومز، تمام؟ البيشنت ده جاله ايه؟ نفتكر بقى الكلام اللي هم كانوا بيقولوه في الكيس، ان الراجل دوت بعد ما سافر وكان سمكه جاله شويه اعراض جي اي تي، بعد كده الاعراض الجي اي تي دي خفت وبدا يجي له اعراض نيورولوجيك سيمبتومز. ممكن نكتب جنبها بتبقى ايه؟ بتبقى بريزيست مثلا 4 ويكس، ودي بتبقى صعوبتها في التشخيص، ان البيشنت جاي لك باعراض نيورولوجيك سيمبتومز اند ساينز وانت مش عارف تشخصها، مش عارف تربطها باي ديزيز. ليه؟ ان انت سمبلي يعني يو نيد تو اسك البيشنت اباوت الهيستوري بتاعه، لو في سافر لاي حته او لو كل سمكه من اي مصدر، فاهمني؟
طبعا اللي بتيجي في الام سي كيو في الامتحان temperature inversion ان البيشنت هوت فيلز كولد اند كول فيلد هوت. تمام. البيشنت ده بيجي له باراسيزيا, بيجي له لينجوال انسيكر اوال باراسيزيا. تمام. بيجي له تينجلينج في الفينجر والتوز, وبيجي بيرنينج سنسيشن وبرايتس كمان, ممكن نزود ممكن نكتبها كمان تينجلينج اند زودها برايتس في الفينجر والتوز, ودي حاجه بتزيد انكريز باي اكسرسايز. لما البيشنت بيروح يعمل اكسرسايز ده كذا كيس يعني قريتها وكنت برضه من اب تو ديت, ان لما البيشنت بيروح يعمل اكسرسايز الهرش والتينجلينج بيزيد في الفينجر والتوز بتاعته. البيشنت ممكن يجي لك بيقول لك زي ما البيشنت اللي هو في فيرست في اول كيس لما بيقول لك ان انا لما باجي اشرب حاجه بيحس ان سنانه وجعاه, دنتال بين, كل دوت نتيجه الصوديوم شانل اكتيفيشن, كل ده نتيجه الصوديوم شانل اكتيفيشن, بيجي له دنتال بين التيث وبيكون عنده عرض تاني يقول لك انا بحس ان اسناني هتتخلع, تيث فيلز لوز, يحس ان اسنانه هتتخلع. وفاكر لما احنا في الكيس من الكيس الكيس الثانيه لما قلنا ان البيشنت ده بوزيتيف رومبرنج سايت, صح, نتيجه الاتاكس اللي عند البيشنت, وقلنا ان البيشنت دوت فيلز مايالجيا ويكنس وارثرالجيا, البيشنت ده حاسس جسمه تعبان ومهمد. تمام. رسمياته بالز اند كوما, دي حاجه ايه نكتب جنبها كده ريل, حاجه نادره يعني. طيب السي في اس بتاعه ممكن نتيجه الصوديوم شانل اكتيفيشن البيشنت ده يجي له هاي بوتنشن. تمام. ويجي له برادي كارديا. تمام. يجي له هاي بوتنشن ويجي له برادي كارديا. طبعا الهاي بوتنشن علاجها هيبقى سراين انفيوجن, البرادي كارديا هيكون علاجها اتروبين. خلي بالك البيشنت ده بيجي له برادي كارديا اب تو هارت بلوك, البيشنت ده ممكن يجي له هارت بلوك نتيجه الصوديوم شانل اكتيفيشن اللي عنده والديبليشن للنيو ترانسميترز, البيشنت ده ممكن يخش منك في هارت بلوك. تمام. علاج البادي كارديا اتوبين, علاج الهايبوتنشن سلاين انفيوجن, لقوا ان المانيتول بيحسن النيورولوجيك سيمتومز اند ساينز بتاعت البيشنت, المانيتول بيحسن النيورولوجيك سيمتومز اند ساينز للبيشنت. اخر حاجه زي ما قلنا ان البيشنت دوت بيجي له اهم كلمه برايتس هارش, هنديله ايه؟ هنديله انتي هيستامينيك, بس خلي بالك ان الهارش اللي بيجي لهم دوت وذاوت اريثيما, جلدهم ما بيحمرش. تمام. برايتس وذاوت اريثيما, دي كانت معلومه مهمه بس مش مكتوبه عندك. تمام. بنديلهم العلاج بتاع انتي هيستامينيك. هاو تو دايجنوز, ان احنا بص ده الكلام ده انا مش عارف هو موجود عندنا في مصر ولا لا, بس هم بيجيبوا لو بقايا من السمك موجوده بيعملوا توكسين اناليسيس, بيختبروا جزء من السمكه بيدوروا على السيجواتيا توكسين. تمام. السي بي سي ممكن نزيد عندنا الوايت بلاد سيلز عندنا تزيد بسيط, انكريز للوايت بلاد سيلز. تمام. بريفنشن زي ما قلت لك ان احنا ايه ما ناكلش السمك الكبير, زي مثلا السود فيش كده, السود فيش ما تاكلش السمكه الكبيره دي, فاهم قصدي؟ كل السمك الصغير, ماله البولتي والبوري ما هو ماشيين الحال. تمام. التريتمنت بتاعي ايه؟ جي اي تي دي كونتامينيشن, لو البيشنت اساسا يعني جاي لك بدري وهو يعني موستلي مش هيجي بدري, هو البيشنت مشكله السيجواتيرا توكسين ديت ان هو بيجي بالنيورولوجيك سيمتومز اند ساين وانت ما بتكونش عارف سبب النيورولوجيك سيمتومز اند ساينز دي ايه اساسا, مش انت جايب اتاكسيا وجايب هوت فيلدز كولد وكولد فيلد هوت ودنتال بين ونمبنس وبرايتس في الاطراف بتاعته انكريز باي اكسرسايز, فهو البيشنت بيكون جاي انت لازم تربط ان هو كل سمكه ودي اعراض ممكن تكون بسبب السيجا توكسين. تمام. سيمتوماتيك تريتمنت اللي احنا قلناها فوق بيقول لك خلي بالك ان البيشنت اللي كل سيجواتيرا دوت ممكن لو جات لك مره سيجواتيرا وكلت السمكه وعدت ممكن المره الثانيه يجي لك تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن, ممكن يجي لك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن من السمك اللي هو السمك اللي انت كلته اللي فيه التوكسين. تمام. دي صوره جميله ان يقول لك ايه, بيقول لك انت عمال بتشوي السمكه اهوت والسمكه هيت ستيبل. تمام. مش هتتاثر خالص بالحراره اللي انت قاعد بتشوي بيها السمكه ديت. البيشنت عنده باراسيزيا في رجليه وعنده ماسل اكس مايالجيا وكولد فيلز هوت وهوت فيلز كولد باوندنج هيديك اتاكسيا اللي هو الكلام اللي احنا قلناه نوزيا اند فوميتنج ديس ابير كويكلي بات نيورولوجيك سيمتومز بيرزيست. تمام. ده تلخيص سريع للسيجواتيرا. تاني حاجه الاسكومبرويد, الاسكومبرويد ده انا عندي فيه حاجه اسمها اسكومبروتوكسين. ايه الاسكومبروتوكسين دوت؟ الدنيا دي عباره عن ايه؟ ببساطه جدا انا عندي سمكه, نفترض ان الرسمه دي رسمه سمكه,
تمام. السمكه دي اللحمه فيها بتاعتها طبيعي من عند ربنا، اللحمه فيها هيستيدين تمام. طيب المفروض السمكه دي بتتخزن عند درجه حراره اقل من 4 سليزيوس. طيب لو انا خزنتها في ظروف تخزين سيئه عند درجه حراره اكتر من 4 سليزيوس، ايه اللي هيحصل؟ البكتيريا هتيجي هتتكاثر على السمكه تمام. البكتيريا دي بتطلع انزيم اسمه هيستيدين ديكربوكسيليز، بكتيريا الهيستيدين ديكربوكسيليز، ده نتيجه ان انا ايه خزنت السمكه في درجه حراره اكتر من 4 اكتر من 4 يعني مثلا خزنتها مثلا في درجه حراره الروم تمبريتشر 20 مثلا، فاهمني؟ فالبكتيريا هتيجي تتكاثر على السمكه، هتحول الهيستيدين الهيستيدين ديكربوكسيليز هتحول الهيستامين. يبقى السكومبوتوكسين دوت مشكلته ان انا بيكون عندي هيستامين بويزنينج تمام. ليه؟ لان انا اكلت سمك مش متخزن كويس تمام في درجه حراره اكتر من 4 سيليزيوس. طيب انت ممكن تقول لي ايه؟ طب ما انا هاخد التونه دي ولا سمك الماكريل واسخنها. لا ما فيش، لان ان التوكسين از هيت ستيبل تمام. طيب الانكيبيشن بيريد بتاعتي ايه بقى؟ الانكيبيشن بيريد بتاعتي 1 اور اند ريزولف ان لا فين الكيس؟ فين الكيس؟ انا نسيت اجيب كيس ولا ايه؟ لا نسيت اجيب كيس، بس هقول لك يعني كيس ليها يعني. هي عامة هي حاجة بسيطة جدا مش محتاجة كيس يعني. فاهم قصدي؟ هو البيشنت بيجي ايه؟ بيجي شوية جي اي تي سيمتومز تمام؟ بيجي بجي اي تي سيمتومز تمام؟ وبعد الجي اي تي سيمتومز ديت يجي له نون جي اي تي سيمتومز، ماشي؟ الجي اي تي سيمتومز دي بتيجي وتعدي على طول. ايه هي النون جي اي تي سيمتومز؟ بالعقل هي الهيستامين. الهيستامين بيعمل ايه؟ الهيستامين دوت كان بتاع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، فاكر؟ الهيستامين ده بتاع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن عامه افكت فور سيستم، السكين والجي اي تي والريسبيريشن والسي في اس. في السكين بتعمل ايه؟ بتعمل اريثيما وبتعمل ايه؟ برايتس تمام. الجي اي تي بتعمل ايه؟ اعراض جي اي تي عاديه اللي هي الابدومينال بين، الابدومينال بين والدايريا. ده عامة ده انا بتكلم على الهايبر سنسيفيتي دلوقتي. عامة الريسبيريشن بيحصل ايه؟ ابر ولور. لو ابر يحصل لارنجال اديما، لور يحصل برونكو سبازم. السي في اس يحصل ايه؟ يحصل هايبوتنشن ريفلكس ايه؟ تاكي كارديا. دي الاعراض عامة بتاعت الهايبر سنسيفيتي، هتلاقي هي نفس الاعراض. السي في اس مثلا هايبوتنشن، تاكي كارديا، برونكو سبازم. البرونكو سبازم غالبا في السكومبوتوكسين بيكون نادر، بيحصل في البيشنت اللي هو عنده اساسا برونكيال ازمه تمام. يعني هو ايه؟ بيسوق البرونكيال ازمه بتاعت البيشنت. السكين بيحصل فلاشنج. بص دي حاجه بقى ايه؟ دي حاجه يعني كاركترستيك شويه. ليه بيحصل فلاشنج؟ في الابر بارت بتاع التشيست والباك، فهمني؟ في الفيس تلاقي العيان وشه حصل فيه فلاشنج، والابر بارت بتاع التشيست والباك اهو، الابر بارت اوف ذا تشيست والباك حصل فيه فلاشنج بعد ما اكل سمك، بعد ما اكل سمك تمام. حصل فلاشنج والعيان بدا يهرش تمام. وبيجي له برضه ايه؟ باوندنج هيديك، باوندنج هيديك. كل ده بسبب الايه؟ الهايبوتنشن اللي عند البيشنت، وديزنس تمام. ونتيجه ان بيحصل حاجه اسمها سنسيتايزيشن للنيرف تيرمينالز، سنسيتايزيشن للنيرف تيرمينالز تمام، بسبب ان الهيستامين بيعمل سنسيتايزيشن sensitization to nerve terminal. العيان ده ممكن يجيله pruritus harsh، وبيجيله burning sensation برضه في الماوث تمام. طيب العلاج بتاعه ايه؟ انا قلت لك ان البيشن ده مشكلته كلها هيستامين، يبقى العلاج بتاعي ايه؟ انتي هيستامينك. لو البيشن اعراضه، بص دي حاجه هقولها زياده عليك شويه، ممكن تكتبها لو عايز تزودها. لو البيشن اعراضه بسيطه نديله اتش 1 بلوكر. زي ايه؟ زي الدايفنهايدرامين مثلا. لو البيشنت اعراضه شديده شويه ممكن يديله اتش 2 بلوكر كمان، اللي هو ايه؟ اتش 2 بلوكر ده بتاع الحموضه تمام، اللي هو زي الفاموتيدين والرانيتيدين والسايموتيدين والعيله ديت تمام. فالعلاج بتاع البيشنت ده انتي هيستامينك. فالبيشنت ده عامه بنشخصه ازاي؟ واحد كل سمك جاله فلاشنج وهرش وهايبوتنشن وتاكي كارديا وممكن يجيله شاب برونكو سبازم، اديته انتي هيستامينك البيشنت اتحسن تمام. فهو دي اللي احنا بنشخص بيها ازاي بنشخص ال اسمه ايه ده؟ السكومبوتوكسين تمام. طيب فبيقول لك هنا بقى نفس الكلام، ازاي هاو تو دايجنوز
السكومبرويد بويزنينج. ازاي بنشخصها؟ بنشخصها ازاي؟ ان البيشنت بعد ما كان حصل رابيد اونست اوف سيمتومز، تمام، اللي هو كان الفيش زي التونه والماكريل، ماشي، حصل فلاشنج وهيديك ودايريا، تمام، اللي هو كل الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي جي اي تي مانيفستيشن وكاردياك مانيفستيشن وتشيست مانيفستيشن وسكين مانيفستيشن. خلاص كده دي الفور سيستمز تو بي افكتد ان هايبر سنسيتيفيتي عامه، تمام. وهو غالبا مش هيجي لوحده، هيجي معاه 2 3 كمان معايا كانوا من نفس السمكه، تمام. والبيشنت ده بيتحسن اول ما بديله انتي هيستامينيك. هو ده هاو تو دايجنوز ذيس بيشنت. حد فيه ماشي. بعد كده اخر حاجه بقى اللي هو البوتيوليزم. البوتيوليزم ايه بقى؟ البوتيوليزم ده البيشنت على نقرا كده، البيشنت دوت جاي الامرجنسي روم وذ بلاري فيجن. البيشنت جاي مزغلل. مزغلل دي بيوصفها لك ازاي؟ يقول لك انا بشوف الشخص اتنين، بدل ما اشوف محمد كده بشوف محمد كده وجنبه محمد تاني اهوت، تمام، بشوف محمدين يعني. دبل فيجن ستارتد ذيس مورنينج along with nausea and vomiting. البيشنت دوت جاي بجي اي تي سيمبتوم وكمان جاي بايه؟ بجاي بلاينج اوف فيجن وفوميتنج. طيب يبقى هو كده نوزيا اند فوميتنج دي انا مترجمها في دماغي جي اي تي، وجاي كمان معاها ايه؟ جاي معاها اعراض في العين، حاجات اوفثالميك، تمام؟ حاجات اوفثالميك اهي اللي هي بلاينج اوف فيجن ودبل فيجن، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ هي اولسو ريبورتد فيلينج ويك ان هيز ارم. ايه ده؟ يعني البيشن ده معناه ان هو كده ده مش جايب اوفثالميك بقى، ده جايب جي اي تي بلس سي ان اس، حاجات نيورولوجيك. السي ان اس يعني نيورولوجيك، حاجات نيورولوجيك. النيورولوجيك دي جايب بحاجات في العين، يعني جايب كرينيال نيرف. وكمان بيقول لك هنا بقى ايه؟ بيقول لك فين 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 فين؟ ويكنس ان هيز ارم، ده كمان جاي غير الكرينيال نيرف، كمان ده متاثر عنده البريفرال نيرف سيستم اللي هو السباينال. يعني هو متأثر عنده كرينيال نيرف ومتأثر عنده سباينال. طيب لما بنيجي نسأل العيان بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هو كل في الاسكا عند واحد عنده ستورج بيزنس، يعني كل اكل معلب، يعني كل اكل معلب، تمام. العيان دوت لما جينا نبص عليه لقينا عنده بايلاترال توزز. بايلاترال توزز ده تيجي بسبب ايه؟ بسبب كرينيال نيرف افكشن. يبقى اهو، يبقى لغايه دلوقتي انا عندي كرينيال نيرف افكشن توزز وعندي كمان بلرينج اوف فيجن، تمام. باي لاترال ارم ويكنس، باي لاترال، واخد بالك؟ ها باي لاترال يعني الجنبين، الناحيتين. باي لاترال توزز يعني الناحيتين، مش يوني لاترال، تمام. وعنده كمان فيشير ويكنس اهو، يبقى ده كده كرينيال نيرف عنده فيشير ويكنس. بنعمل اناليسز للكيس، تمام. وباي لاترال اوفر ارم ويكنس اهو، يبقى عندي باي لاترال ارم ويكنس with absent deep tendon reflex. deep tendon reflex عند البيشنت ده absent، يعني البيشنت عنده ايه؟ lower motor neuron affection، تمام. mental state is intact. immediately administrate antitoxin treatment for his disease. الراجل ده خد antitoxin على طول، تمام. دي كيس تانية، تمام. عندها double vision و difficulty swallowing. difficulty swallowing ده يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني cranial nerve affection، يعني كرينيال نيرف افكشن. لما جينا نسال على الهيستوري ان هي كانت بيكلز وجيمز وتشيز، تمام. بتقول لك كمان ان الارم والفيس اولسو فيلز ويك، في ضعف في ايديها وضعف في وشها. ان فيزيكال اكزامينيشن شي هاز سيمتريكال فيشيال ويكنس. سيمتريكال يعني ده كده كرينيال نيرف افكشن وذ دروبينج اوف ذا اي ليد، عندها توزز، ماشي، وعنده bilateral arm weakness with loss of deep tendon reflex، تمام. يبقى البيشنت عنده cranial nerve affection وعنده spinal affection اللي هو motor neuron، تمام. يبقى البيشنت ده ايه؟ البيشنت دوت سهل جدا بوتيليزم. البوتيليزم دوت ان البيشنت ده كان معلبات، تمام. احنا عندنا ال قصه البوتيليزم ده ايه؟ ان البيشنت دوت سواء الفسيخ او المعلبات بتكون بتحط الاكل وبتقفل عليه، فالميديم بيكون لا هوائيه، ميديم بيكون انيروبيك لان انت قافل على الفسيخه او قافل على الكان، ماشي، سواء كان فول او كان اي حاجه، فاهم قصدي؟
فالميديوم اللي جوه بتكون ميديوم لا هوائيه، فلو الاكل دوت ملوث بسبوز بوتيليزم بوتيلينيوم سبول، فالسبوز دي هتعمل فيجيتيشن، فيجيتيشن سبول تعمل فيجيتيشن، وبعد كده البكتيريا بقى هتريليز البوتيلينيوم توكسين، هتريليز التوكسين، هتلاقي المعلب هنا ده كده في توكسين هنا كده ري فورم التوكسين، تمام؟ تلاقي المعلبات ديت فيها كلها مليانه توكسين، تمام؟ يبقى سواء انا اكلت معلبات او اكلت فسيخ، ماشي؟ لان الفسيخ هم بيعملوه ازاي؟ بيحطوا كده السمك البوري في بتاع كده ويحطوا عليها ملح ويكبسوها، فاهمني؟ فالكبسه اللي بيكبسوها ديت الكبسه ديت دي بتبقى الميديوم انيروبيك، فعشان كده البكتيريا السبوز دي بيحصل لها بتجيرمينيت، تمام؟ ظروف الجيرمينيشن بتاعتها لازم تكون انيروبيك، طبعا اهم حاجه انيروبيك، تمام؟ لو اسيديتي اند سولت كونتنت، ماشي؟ بروديوس 8 تايبس اوف توكسين، احنا عندنا من تايب A لحد تايب G، تمام؟ A B C D E F G H كمان، لا لحد تايب H كمان، تمام؟ من A لحد ال H في 8 تايبس اوف توكسين، بس اهم حاجه يعني التوكسين اللي يهمني التوكسين A وتوكسين B وتوكسين E، تمام؟ دول اللي بيهموني ان هم بيصيبوا الانسان، بيصيبوا الهيومن بين، فعشان كده التوكسينز ديت انا عملت لها من عندي حاجه اسمها تراي فيلنت انتي توكسين، تراي يعني ثلاثه، عملت لها من عندي تراي فيلنت انتي توكسين اجينست ايه؟ اجينست توكسين A وتوكسين B وتوكسين E، تمام؟ طيب هنا بيقول لك السبوز بقى هايلي ريزيستنت تو دامج باي بويلينج، ماشي؟ بس التوكسين destroy by boiling، التوكسين destroy by boiling. طيب ركز معايا دلوقتي، انت لما بتطلع فسيخه، لما بتطلع فسيخه، تمام؟ هل انت بتاخدها بتسخنها؟ لا، انت بتاكل الفسيخه على طول، فانت لو انت سخنت الفسيخه، طبعا الفسيخه هتبوظ، بس انت لو سخنت الفسيخه التوكسين اللي اتكون جوه دوت هيموت، فانت مش هيحصل لك حاجه، بس الناس ما بتعمل ايه؟ ما بتسخنش الفسيخه، بتاكل الفسيخه على طول بالتوكسين بتاعها، فهم ما سخنوش الفسيخه فجالهم بقى ايه؟ بوتيليزم، تمام؟ ايه البطل في السولوجي بتاع التوكسين بيعمل ايه؟ بيروح عند النيورو ماسكولار جنكشن، النيورو ماسكولار جنكشن بيروح عند البري سينابتيك، بري سينابتيك، تمام؟ عند البري سينابتيك، يعني احنا عندنا ده البوست سينابتيك وده البري سينابتيك وده السينابتيك كليفت، فهو بيروح بري سينابتيك بريفنت ريليز اوف اسيتايل كولين، يعني ما فيش اسيتايل كولين اساسا هيتم افرازه، تمام؟ ركز في النقطه دي، يبقى ما فيش اسيتايل كولين موجود في السينابتيك كليفت، سينابتيك كليفت ما فيهاش وحده اسيتايل كولين، تمام؟ بايند ريفرسبل تو نيورو ماسكولار جانكشن، يعني ما فيش حاجه ممكن اديها من عندي تخلي التوكسين يفك من النيورو ماسكولار جانكشن بعد ما يمسك، وانس ان هو مسك في النيورو ماسكولار جانكشن خلاص مش هيفك، تمام؟ الانكيبيشن بيريد بتاعتي ايه؟ من 18 ل 36 ساعه. طبعا دي مهمه جدا، ان هو بس خلي بالك ان هو ممكن يستمر لحد 8، ممكن يستمر لحد 8 ايام، ممكن يستمر لحد 8 ايام، تمام؟ طيب دي مهمه ليه؟ ان البيشنت مثلا انا اكلت فسيخه دلوقتي بعد 6 ساعات جالي اسهال، جالي اسهال عادي وترديع ومش عارف ايه، ده مش بوتيليزم، ده فود بويزنج عادي، ما هو يعني مش لازم عشان كان فسيخ يجي له بوتيليزم بس، لا هو اصلا يعني لو كان فسيخ ممكن يجي له فود بويزنج، ان الفسيخ ده مش حاجه طاهره يعني. فلو هو مثلا كان فسيخه وجاله نوزيا فوميتنج بعد 6 ساعات 12 ساعه، يعني ممكن يكون ده غالبا فود بويزنج، تمام؟ طب احنا هنعرف بقى ازاي نفرق ما بين الاثنين دلوقتي؟ يعني ده فود بويزنج ولا ده جاله بوتيليزم يعني؟ كلينيكال بيكتشر بقى، الراجل ده بيجي له ايه؟ انيشال جي اي تي سيمتومز، نوزيا فوميتنج، ابدومينال بين، بات نيفر دايريا. الدايريا دي معناها عارف لو العيان كان فسيخ وجاله اسهال دي اشورنج ساين، دي حاجه حلوه ليا، ليه؟ لان البيشنت ده غالبا جاله فود بويزن ما جالوش اسمه ايه ده؟ بوتوليزم، تمام؟ طيب ليه بقى؟ ليه؟ انا البيشنت دوت قلت لك ان مفيش اسيتايل كولين هنا موجوده، مفيش اسيتايل كولين موجود، فالبيشنت دوت مفيش اسيتايل كولين، فكانه عنده انتي كولينرجيك توكسيدروم، تمام؟ لان مفيش اسيتايل كولين موجود، فالبيشنت ده هيكون ايه؟ هيكون عنده الانتي كولينرجيك توكسيدروم عامه بتكون ايه؟ اللي هو ريد از اللي هو دراي از بون، ريد از بيت، مات از هاتر كده، فاهمني؟ اللي هو الحاجات اللي احنا حافظينها من التوكسيدرومز ديت، بس انا يهمني هنا ايه؟ يهمني ان البيشنت بتاع الانتي كولينرجيك بيكون عنده كونستيبيشن. دي بقى ايه؟ دي الحته المهمه، تمام؟
ان البيشنت ده بيكون عنده كونستيبيشن ديجيت ما فيش اسيتايل كولين يمشي البطن. فهمني الاسيتايل كولين ده هي دي النيو ترانسميتر اللي مسؤول عن الكونتراكشن بتاع السموث ماسل اوف ذا سمول اوف ذا سمول انتستين عامه في جسمك كله سواء سمول انتستين او بلادر او اي حته. فهو عندهش اسيتايل كولين فهيكون عنده كونستيبيشن. فالبيشنت اللي بيجي لك بنوزيا وفوميتنج وابدومينال بين بعد ما كان فسيخ ومعاه كونستيبيشن ده تخاف منه، ده اللي تخاف منه اللي معاه كونستيبيشن ده، تمام؟ فهو بيكون عنده الانتي كولينرجيك بيكتشر كلها اللي هي دراي ماوث كونستيبيشن يورين ريتينشن القصه بتاعتنا كلها. نيورولوجيك بيكتشر البيشنت ده اللي احنا قلنا ان بيكون عنده كرينيال نيرف افكشن نتيجه ان هو حصل النيو ماسكولار جنكشن ما فيهاش اسيتايل كولين، تمام؟ فالبيشن ده بيكون افكتد كرينيال نيرف وافكتد ايه سباينال، يعني افكتد كرينيال وافكتد سباينال، بس خلي بالك بيكون باي لاترال بيكون سيمتريكال ديسندنج. انت لو خدت بالك ان في التو كيسز اللي فاتوا ان البيشنت عينيه وبعد عينيه ابر لمب بدا يحصل في ويكنس، البيشنت ديسندنج سيمتريكال. قال انا قلت لك ان الفيشال ويكنس دوت في الناحيتين، الابر لمب ويكنس في الناحيتين، فاهمني؟ فعشان كده بيكون بايلاترال سيمتريكال ديسندنج. مهمه جدا بروجريسيف. البيشنت دوت بنبدا من عندنا فوق من اول الوش في الكرينيال نيرف، بعد كده ينزل على السباينال ياخد السيرفايكال، تمام؟ وبعد كده يخش على الثراسك. اللي بيخوفني ايه من البيشنت؟ البيشنت ده انا خايف احسن يخش على الديافرام بتاع البيشنت، تمام؟ والعيان دوت في الاخر يضطر ان احنا نحطه على يحصل ديافراجماتيك باراليسيس والعيان ده ميكانيكال فنتليشن، تمام؟ يخش الرعايه ميكانيكال فنتليشن. فهي دي الحاجه اللي بتخوفني، ان لو الموضوع وصل لحد الديافرام، ان الموضوع لو وصل لحد الديافرام البيشنت ده ممكن يحتاج ايه؟ يحتاج ميكانيكال فنتليشن. طيب تعالى ناخد الكرينيال نيرف بقى، تمام؟ البيشنت دوت هيحصل في حاجه مهمه جدا تيجي في الام سي كيو، وخلي بالك ان البيشنت دوت بيكون عنده فيكسد بيوبيلاري دايليشن. فيكسد بيوبيلاري دايليشن ليه؟ نتيجه ان كرينيال نيرف 3 و4 و6 3 و4 و6 دول مسؤولين عن الاي موفمنت ومسؤولين عن البيوبيلاري موفمنت اللي هو 3 مسؤول عن البيوبيلاري موفمنت، تمام؟ طيب فالبيشن دوت لو عنده 3 افكتد فالراجل ده هيكون عنده فيكسد بيوبيلاري دايليشن، تمام؟ مش مايوزز، تمام؟ وبيكون عندي ديبلوبيا دبل فيجن. طبعا الكلام ده في الكرينيال نيرف افكشن اي حد عنده مشاكل في الكرينيال ماسلز فلازم يكون عنده ديبلوبيا على طول. نيستاجماس توزز، تمام؟ ديسفيجيا نتيجه افكتد هي الجنوسوفارينجيال نيرف والفيجن، تمام؟ ديس اوثريا اند فيشيال ويكنس نتيجه افكتد الفيشيال نيرف، تمام؟ فهو بيأفكت الكرينيال نيرف كله 3 و4 و6 و5 و7 و9 و10 و11 كله اللي بيأفكت عند البيشنت دوت، تمام؟ فهو حتى بنحفظها ايه؟ بنحفظها 4 دي ديبلوبيا ديس اوثريا ديسفيجيا ديزنيا. تيجي يعني زي البيشنت لما جت قالت ان لما بتيجي تبلع البوب كورن بتاعها اللي هو الفشار مش عارفه تبلعه، ليه؟ ان هي عندها ديسفيجيا مش عارفه تبلع الفشار. تيجي تتكلم تلاقي الارتكيليشن بتاع الحروف نفسه مش كويس، فاهمني؟ مش قادر تطلعه كويس، فده عندها ديس اوثريا ديبلوبيا نتيجه افكشن ل 3 و4 و6، ديزنيا نتيجه افكشن للدايفرام، تمام؟ تعالى نشوف الراجل ده، بص الراجل ده عنده ايه؟ عنده بايلاترال توزز، عنده بايلاترال توزز. بص الست ديت كانت كويسه جدا، كانت فسيخه، تمام؟ دي ايه؟ الست دي ايه؟ بوست فسيخه. فيا جماعه لو سمحتوا نافويد الفسيخ، البيشن دي ميكانيكال على ميكانيكال فنتليتور علشان الدايفراجماتيك باراليسيس. بص الراجل دوت ده واحد 14 سنه بوتيوليزم، ادي بص الايليت شكله نايم على نفسه ازاي، ده مش نايم على نفسه، ده باي لاترال توزز. لو عملت له اكزامينيشن للفيشيال للاسترينس بتاعت الفيشيال ماسل هيكون عنده باي لاترال فيشيال ويكنس. قول له اتكلم عنده ديس اوثريا، تقول له انت شايفني واحد ولا اثنين؟ يقول لك انا شايفك اثنين. انت بتعمل اكزامينيشن للكرينيال نيرف كده، فهمني بالترتيب.
تدي له حاجه يبلعها، هيقول لك انا عندي صعوبه في البلع. تمام، بص لما فتح عينيه ماشي، ده ايه ده؟ ده بيوبيلاري، بيوبيلاري دايليشن. عايزك بص انا عمال يعني بستريس عليها عشان تيجي في الام سي كيو، مفيش مانيوزس دايليشن. تمام، طيب فين الباقي؟ فين الباقي؟ وانا نسيت اجيب الباقي ولا ايه؟ دي كلينيكال بيكتشر. فين الانفستيجيشن؟ ولا ثانيه واحده كده. لا طيب جيبها من هنا. طيب نجيبها من هنا كده بس نكبر. طيب مش عارف ليه انا نسيت. طيب اهم حاجه هنا ايه؟ نو سنسري افكشن. تمام، نو سنسري افكشن. العيان دوت ما بيكونش عنده نو سنسري افكشن، بيجي في الام سي كيو يقول لك العيان ده بيكون عنده نبنس، لا عنده باراسيزيا، لا دي الاجابه الغلط. تمام، طيب الانفستيجيشن بعمل ايه للبيشنت دوت؟ البيشنت ده كلينيكالي دايجنوز، ده عامه يعني البيشنت ده كلينيكالي دايجنوز. الكالتشر هنا بتاخد 6 ايام، بتاخد 6 دايز. يقول لك بقى خد عينه من الاستول او من الفوميتس او من الاكل اللي كاله من الفسيخه نفسها يعني، واعمل لها كالتشر. يعني هو البيشنت ده كلينيكالي دايجنوز وبياخد الانتي توكسين على طول، بياخد الانتي توكسين. البيشنت ده كلينيكالي دايجنوز وبياخد الانتي توكسين على طول. تمام، في حاجه اسمها ماوس نيوترلايزيشن تيست، يعني بنمسك اللي هو عيان مثلا شويه من الترجيع من الفوميتس بتاع البيشنت او حته من الفسيخه اللي كانها، ونحقنها في البيوتينين بتاع الفار، ولو الفار مات يبقى البيشنت دوت ده كده كان بوتيوريزم. يعني احنا هنقعد لكل واحد يجي له بوتيوريزم نقعد نقتل الفهم بقى، فاهم قصدي؟ حتى التيست ده انا ما لقيتوش مكتوب في اي حته يعني، فهو تقريبا تيست جدعانه كده مننا، بنضحي بالفهم كده فاهمني. في بعد كده حاجه اسمها تنسلين تيست. ايه تنسلين تيست ده؟ عامه بدي الايدوفونيوم. التنسلين دوت اللي هو ده الاسم التجاري بتاع الايدوفونيوم، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انتي كولين استريز. هو يعني افهمك بس ببساطه كده، هو فكرته بسيطه جدا. تمام، عشان بس نفهم ال ال سكوت سوين كده. هي فكرته بسيطه جدا جدا. بص انا فكرتي ايه؟ هو بيقول لك ان انا عايز افرق الراجل ده سينيا جريفز ولا ده بوتيوريزم. هو يعني ممكن نساله انت اكلت فسيخ وكاند فود ولا لا، دي حاجه. اول حاجه الثانيه ان احنا ندي تنسلين تيست، ده عباره عن ايه؟ اول حاجه لازم نعرف يعني ايه مايسينيا جريفز اساسا. مايسينيا جريفز دوت ده كده الاسيتايل كولين ريسبتور. المايسينيا جريفز دي انتي بودي اجينست الاسيتايل كولين ريسبتور نفسه. تمام، فبيعمل دامج للاسيتايل كولين ريسبتور. تمام، طيب علاج البيشنت بتاع المايسينيا جريفز ده ايه؟ ان انا بديله اسيتايل. احنا عندنا بص، احنا عندنا بيحصل هنا ريليز للاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده بيبقى ديجريدد بحاجه اسمها اسيتايل كولين استريز انزيم الى كولين، الى كولين واسيتيد. طيب طب انا لو اديت للبيشنت دي حاجه تعمل انهبيشن للاسيتايل كولين استريز انزيم، تمام، اللي هو التنسلين، فايه اللي هيحصل؟ الاسيتايل كولين ده هيزيد على عند البيشنت. فالاسيتايل كولين ده لما بزوده في السينابتيك ليفت ماشي، هيقدر يشتغل على الاسيتايل كولين ريسبتور. تمام، ويزق، يدي زقه كده للانتي بودي. تمام، فالبيشنت بتاع المايسينيا جريفز الاعراض بتاعته هتتحسن. طيب تعال نشوف بقى البوتيوريزم الجنب الثاني. البوتيوريزم كانت ايه مشكلته؟ مشكلته ان ما بيحصلش ريليز اساسا للاسيتايل كولين. فلو اديته حاجه تعمل انهبيشن للاسيتايل كولين استريز انزيم مش هتفرق مع العيان، لان هو اوريدي السينابتيك كليفت اساسا ما فيهاش اسيتايل كولين من اساسه. تمام، بس هو ده يعني بيقول لك احنا ازاي بنفرق ما بين المايسينيا جريفز وال واسمه ايه ده والبتاع ده. طيب الامرجنسي ميجرمنت. البيشنت ده طبعا مشكلته ايه؟ هو كل مشكله البيشنت دوت في دي الصوره دي، افتكر دايما الصوره دي، افتكر صوت البوتيوليزم. البوتيوليزم مشكلته كلها في الصوره دي كده، هي الصوره دي مشكله البوتيوليزم، هي دي. تمام، الميكانيكال فنتيليشن ريسبيراتوري باراليسيس والميكانيكال فنتيليشن. تمام، ف
هي دي مشكله البروتينيزم. فالبيشنت ده ايه اهم حاجه عندي الاي واي بتاعه، مينتين ان اوبن اي واي تراكيوستومي. لو البيشنت عنده بلبر باراليسس هتاخده ان شاء الله في النيورولوجي السنه الجايه، في حاجه اسمها بلبر وحاجه اسمها سودو بلبر تمام باراليسس. البيشنت ده ممكن المسلز اللي هي مسؤوله عن ان هي تفتح لك اللارينكس بتاعتك، المسل دي تضعف نتيجه الباراليسس في الجلوس فارينجال نيرف والفيجال نيرف تمام. فالبيشنت دوت نضطر نعمل له تراكيوستومي، نفتح له فتحه هنا وندخل له انبوبه تراكيوستومي تيوب ونوصلها بفنت تمام، ونوصله بفنتليتور تمام. وطبعا بقى ايه البيشنت دوت في الرعايه بيتعمل له سيريال اي بي جي علشان نتاكد ان الريسبيراتوري ماسل شغاله معايا بكفاءه معينه. لو الكفاءه بتاعت الريسبيراتوري ماسل بدات تقل ممكن احطه على فنتليتور. يعني ايه اللي بيحدد العيان ده بيتحط على فنتليتور ولا لا؟ اكوردنج للاي بي جي بتاع العيان تمام، ان هو ده بيحكم الريسبيراتوري ماسل بتاعتي شغاله كويس ومديه اوكسجينيشن كويس ولا لا. دي كونتامينيشن لو العيان جالي بدري بقى، لو العيان جه بدري ولحقته بدري نعمل له دي كونتامينيشن. لو العيان بيرجع اوريدي خلاص مش لازم اعمل له اندكشن اوف انيسيس. لو العيان ما بيرجعش اعمل له اندكشن اوف انيسيس وجاستريك لافاج عشان اخش اشيل التوكسنز اللي موجوده في بطنه قبل ما يحصل لها ابزوربشن تمام واكتيفيتد شاركول. الانتي دوت طبعا ده الاهم بقى، يعني كل الكلام اللي فوق ده قشطه يعني، بس المهم عندي الانتي دوت تمام. انتي دوت دوت احنا بندي تراي فيلنت. انا قلت لك ان انا عندي فيه 8 من A لحد G، والخطيرين عندي اللي بينفكت الهيومن A و E و P اختصار انا بحفظها ابي ابي تمام A P E تمام. بندي 1 فايل كل 4 ساعات at least 4 الى 5 فايلز. مش كده ان الفايل غاليه، مش كده ان الفايل بتاعت الانتي توكسين غاليه للاسف تمام. طب الفايل دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ايه؟ انا دلوقتي لما انا كلت الاكله المنيله دي تمام، كلت الاكله المنيله دي التوكسين دخل في دمي، التوكسين دوت سافر لحد ما وصل لحد النيو ماسكولار جانكشن، راح منع الاسيتيل كولين ان هو يحصل له ريليز تمام. الانتي توكسين بقى دوت الانتي توكسين بيروح بايند تو سيركيليتنج توكسين، بيروح يمسك في السيركيليتنج توكسين. هو لو مسك، لو التوكسين راح مسك في النيو ماسكولار جانكشن انريفرسبل خلاص ملوش حل. انما انا عايز الحق العيان بدري، ادي له انتي توكسين بدري علشان يمسك في التوكسين وهو سيركيليتنج فيمنع البايندنج للنيو ماسكولار جانكشن تمام. فعشان كده هو بيبقى موست افكتيف لو اتاخد في اول 24 ساعه قبل ما التوكسين يبقى انريفرسبلي بايندد تو نيو ماسكولار جانكشن تمام. وطبعا ايه في البوتيليزم دوت لازم نبلغ اللوكال هيلث اوثورتيز تمام. طيب انا عندي في نوعين من البوتيليزم، في انفانت بوتيليزم ووند بوتيليزم. اعتقد ان دي بقى ايه انا كنت عامل لها البرزنتيشن في البرزنتيشن صح؟ بسم الله. انفانت بوتوليزم ووند بوتوليزم. انفانت بوتوليزم ده عباره عن ايه؟ ببساطه جدا طفل غالبا اقل من 6 شهور، اقل من 6 مانس تمام، كالعسل كالعسل. العسل ده مشكلته ان هو ايه؟ بيبقى دايما غالبا بيبقى فيه سبورز اوف بوتوليزم تمام. مشكله بقى ان الطفل دوت المعده بتاعته ما فيهاش الجي اي تي بتاعته اما تيور، ما فيهاش ولا اتش سي ال، لسه ال HCL ما بقاش بالكميه بتاعت الادلت، وما عندوش بايل سولت بالكميه بتاعت الادلت. فالسبوز دي مش هتموت في الجي اي تي والدودنم، دي هتعدي وهتعمل فيجيتيشن وجيرمينيشن جوه الانتستين بتاعته، وهتريليز التوكسين جوه الانتستين بتاعته. فعشان كده التوكسين بيبقى ريليزد ان فيفو توكسين برودكشن، لان السبوز عدت من الـ من الـ ما عندوش HCL فالسبوز عرفت تعدي تمام، وعدت الدودنم ما عندوش بايل، فعدت الدودنم دخلت على السمول انتستين عملت جيرمينيشن طلعت لي بكتيريا، البكتيريا ريليزد توكسين، التوكسين دخل في دم الولد عمل له نفس الكلام، نفس الكلام اللي حصل في اللي قبله. البيشنت دوت بيجي لك حاجه اسمها فلوبي، فلوبي بيبي، دي اللي عايزك تفتكرها فلوبي بيبي. طبعا الكلمه دي مش مكتوبه عندك مع انها اهم حاجه، اهم حاجه تتكتب فلوبي بيبي تمام. فلوبي بيبي دوت انت بتعرفه ازاي؟ بتعرفه بحاجتين. المفروض انت بنشخصها كده، بتيجي تمسك الواد من بطنه كده زي دي كده تمام. المفروض الواد دماغه يسبورت الهيب بتاعته، بص هنا مسك دماغه ايديه ودماغه ورجليه بص ساقطين فلوبي باي جرافيتي تمام. البيشن ده ما عندوش تون، ما فيش تون،
تمام؟ نيجي نرفع ايدين الواد، نيجي نرفع ايدين الواد نلاقي دماغه واقعه، ما هو مش قادر تو سبورت هيز هيد، تمام؟ فدي فلوبي بيبي. البيشن ده بيكون بقى ايه؟ الام بقى تعرف طب فلوبي بيبي ده بيكون جاي عامل ازاي يعني، فهمني؟ الواد مرخرخ خالص، والام كده تقول ان الواد مرخي خالص، الواد ميه، تيجي الام تقول لك الواد ميه، ما مش عارف ياكل كويس، السكلنج بتاعه ان هو المصل اللي هو بيسكل عن طريق اللي هو عن طريق يعني اللي هو العضلات بتاعت بقه، فاهمني؟ فهو عنده هايبوتونيا، العضلات بتاعت بقه مش ما بتشتغلش معاه كويس، فالفيدنج هيكون قليل. البيشن ده عنده كونستيبيشن نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو انتي كولينرجيك. ايه فاكر انتي كولينرجيك سندروم؟ انتي كولينرجيك توكسيدو، نتيجه ان عنده مفيش اسيتيل كولين، فعنده كونستيبيشن. تلاقي بيقول لك الواد ده بيعمل كل اربع خمس ايام ديكريز الجاج ريفلكس، لو انت يعني حاولت تعمله للواد ان مفيش عنده جلوسوفارينجيال نيرف، الجلوسوفارينجيال نيرف عنده مش في يعني افكتد، تمام؟ هيد ليج، ادي الهيد ليج اهي، هيد ليج، تيجي ترفع الواد تلاقي دماغه لاجنج، ما بتطلعش معاك، مفيش هيد سبورت، والبولس بتاعه بيكون ايه؟ عنده شويه تاكيكارديا. الواد ده ايه؟ غالبا بيتحسن في خلال من 4 لـ6 اسابيع، واهم حاجه ان احنا نعمل له ريسبيراتوري سبورت، دي اللي بنخاف منه، وهو هيتحسن لوحده، فاهم قصدي؟ اخر حاجه عندي لسه في حاجه ثانيه، لا الحاجه اللي بعد كده الوند بتيوليزم، الواحد اتعور حصل له انجري، تاش انجري مثلا وديرتي ووند، انا مثلا عندي السكين اهوت، تمام؟ ديرتي ووند كده، تمام؟ الديرتي ووند ده دخل فيه السبوز بتاعت البوتيوليزم، دخلت جوه، عارف اللي هو ايه؟ جوه الانفكتد تيشو اللي جوه، تمام؟ دخلت جوه التيشو اللي ميت هنا، النيكروتك تيشو، تمام؟ فلما دخلت بقت دلوقتي بقت ميديم انيروبيك، تمام؟ فالسبوز ديت عملت فيجيتيشن جيرمينيشن، طلعت لي البكتيريا، والبكتيريا طلعت التوكسين، التوكسين ده حصل له ابزوربشن، تمام؟ عمل لي بوتوليزم. وفي حاجه تانية بقى ايه يعني، مش عايز اقول لك دي يعني بتيجي، فاهم قصدي؟ اللي هو ايه، دي ممكن حتى تيجي كيس، فاهم قصدي؟ اللي هو ايه، اي في دراج ابيوزرز، الناس اللي هم بيضربوا حقن دولت، المفروض ايه تضرب، اللي بيضرب حقن ده مش دكتور يعني، المفروض تضرب الحقنه في الوريد، تمام؟ ممكن هو بقى ايه ضرب وحقن في السب كوتينيوس، تمام؟ فهو لما حقن سب كوتينيوس عمل انتروداكشن بالتيب اوف ذا نيدل للسبوز، ويعني ودخلها جوه السب كوتينيوس تيشو، فبقت ان انيروبيك ميديم، عملت فيجيتيشن جيرمينيشن، طلع بكتيريا، طلع توكسين، حصل له ابزوربشن، عمل له بوتيوليزم. يبقى البيشنت الاي في دراج ابيوزرز كان بريزنت ويز بوتيوليزم، دي اللي عايزه تفضل في دماغك، تمام؟ الانكيبيشن بيد نفس الكلام، سيمبتومز اند ساينز، الراجل دوت ايه؟ انتي توكسين، انتي بايوتيك، ان هو يعني لما دخل البكتيريا اللي هو البوتيلينيوم توكسين ده، اكيد يعني ما دخلهاش لوحديها، ما دخل السبور ما دخلهاش لوحديها، دخل معاه اكيد بكتيريا ثانيه، فالبيشن ده بندي له انتي بايوتيك وبندي له انتي توكسين، انتي بايوتيك وانتي توكسين، تمام؟ طيب اخر حاجه بقى ايه؟ ثيرابيوتيك يوزز اوف بوتيليزم. احنا عندنا بوتيليزم اللي هو تايب اي وتايب بي، تمام؟ اللي هو التايب ايه دوت التوكسين تايب ايه، عشان قلت لك ان تايب ايه لحد تايب جي، تايب ايه اسمه بوتوكس، تمام؟ تايب بي اسمه مايو بلوك، بتحفظها ازاي؟ مايو بلوك، يبقى تايب بي، ماشي؟ احفظها كده. انت ممكن تقول لي بوتوكس مثلا البي تايب، لا احنا البي تبقى في معايا المايو بلوك، انا بكتبها كده مايو بلوك، انا افتكر ان هي تايب بي، تمام؟ البوتوكس ده تايب ايه، ماشي؟ احنا بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في ال بنحقنها جوه العضلات علشان نضعف العضله، عضله عندي قويه جدا في جسمي انا عايز اضعفها، ايه العضلات القويه؟ في اطفال بيتولدوا بحاجه اسمها كونجينيتال تورتيكولس، تمام؟ او ممكن واحد كبير في السن وجاله تورتيكولس عادي وطول معاه، فبنحقن له في العضله بتاعت الستيرنوكليوماستويد ماسل ديت عشان نعمل فيها ويكنس، فالرقبه تقدر تتحرك بسهوله، يبقى دي في التورتيكولس، تمام؟ بحقنها في حاجه اسمها بليفرو سبازم، بليفرو سبازم، ان الاوبكلاس اوكيلاي ماسل حصل فيها كونتراكشن سيفير، فانا بحقنها، الراجل ده مش عارف يفتح عينيه من كتر الكونتراكشن بتاع الاوبكلاس اوكيلاي ماسل بتاعته، تمام؟ فبحقنها في العضلات بتاعت في العضلات بتاعت عينيه علشان نخ يعني اللي هو ايه؟
نقلل السبازم بتاع اسمه ايه ده، بتاع الاوبوكيلاريس اوكيلاي. ممكن في حالات السكويند لو في هنا عضله مثلا ضعيفه وعضله قويه، بيقوموا حاقنين مثلا ايه، بيقوموا شادين يعني دكاتره العيون بقى بيقوموا شادين العضله ويحقنوا فيها زي الفيديو ده، ممكن تتفرجوا عليها فيديو على النت. ده فيديو، دي صوره جايه من فيديو على اليوتيوب. تمام. طيب ممكن نستخدمها في ايه تاني؟ في الناس التجاعيد بقى، اللي هم البوتوكس، الستات اللي هم عايزين يحافظوا على جمالهم ومش عارف ايه والكلام دوت، وعايزين ما يبقاش عندهم تجاعيد زي الست ديت. تمام. الرينكلز، فيشال رينكلز. فاشهر حاجه طبعا اللي هي الفراون لاينز، بيكونوش عايزين يبقى عندهم الفراون لاينز اللي هنا ديت، فبيقوموا حاقنين بوتوكس. في بعد كده عندي حاجه اسمها فيشال، في من حاجات الفيشال نيرف افكشن، في حاجه اسمها هيمي فيشال سبازم. يعني احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها فيشال بولسي، في حاجه اسمها هيمي فيشال سبازم، ان العضلات بتاعت نص الفيس السبلاي باي فيشال نيرف، يونيلاترال فيشال نيرف، العضلات دي كلها حصل فيها سبازم، فانا عايز احقن في العضلات ديت علشان اقلل الاسيتايل كولين، فاقلل السبازم اللي موجود في نص الوش دوت. وده عندي بس يعني مش لازم الصوره دي قوي. ديفرنشال دايجنوز اوف باراليتيك سيندروم، اللي هو كانه بيقول ديفرنشال دايجنوز اوف ايه، بوتيوليزم. ديفرنشال دايجنوز اوف بوتيوليزم، دي تشطبها مش عليك خلاص. تمام. اول حاجه عندي الجوان باري سيندروم. الجوان باري سيندروم ده عباره عن ايه؟ عباره عن انتي بوديز اجينست المايلين شيز بتاع البريفر. بص احنا عندنا ايه؟ عندنا سباينال كورد اهوت، عندنا سباينال كورد اهوت كده كده كده، انتي هون سيل سباينال كورد وطالع منه عصب، وبعد كده العصب دوت اهوت رايح لحد البريفرال نيرف. تمام. لو عندي مشكله في المايلين شيز هنا، يبقى دي اسمها جوان باري. جوان باري. لو عندي مشكله في الصوديوم تشانل هنا، يبقى اسمها ايه؟ سيجواتير. لو عندي مشكله في الصوديوم تشانل هنا، لو عندي مشكله هنا في البوست ساينابتيك، البوست ساينابتيك انتي بودي اجينست بوست ساينابتيك اسيتايل كولين ريسبتور، يبقى دي كده مايسينيا جريفز. لو عندي مشكله اجينست البري ساينابتيك ريليز اوف اسيتايل كولين، يبقى دي كده بوتيوليزم. صح. لو عندي مشكله في الانتيريور هون سيلز اللي هنا، يبقى دي بوليو. تمام. لو عندي مشكله بقى فوق بقى في الدماغ، اللي هو سي ان اس وفوق، ممكن يكون مثلا جلطه في الدماغ، ستروك مثلا، او اسمه او انكيفالايتس مثلا. كل الحاجات دي ممكن تؤدي ان البيشن ده يكون عنده باراليتيك سندروم. فين؟ اهي باراليتيك سندروم، اللي هو بوليو، سيجاتيرا، جوان باري، مايسينيا جريفز، انكيفالايتس، ستروك. في حاجه برضه هنا كاتبها، اللي هو الاورجان فوسفاس بويزنج، اللي هو ايه؟ اللي هو بس عشان نبقى عملناها على نفس الرسمه، اللي هو هنا الاسيتايل كولين استريز انزيم، اسيتايل كولين استريز انزيم مسك فيه الاورجان فوسفاس كومباوند. تمام. فكل الحاجات دي ممكن تؤدي ان يحصل لي باراليتيك سندروم. ده ديفينشال دايجنوز اوف باراليتيك سندروم. في عندك بس في معلومه هناك بسرعه كده، السنه الجايه ان شاء الله لما تيجي تاخد الامراض بتاعه السباينال والامراض بتاعه البريفرال نيرف والامراض بتاعه النيو ماسكولار جانكشن والامراض بتاعه المسل، ارسمها على الرسمه ديت. تماما. اعمل رسمه ورقه كبيره وحط عليها كل الامراض علشان تسهل عليك حفظ كل مرض موجود فين بالظبط. تمام. زي ما انا رسمت لك كده، في السباينال كود وفي بوليو، في النيرف في سيجاتيرا وفي جوان باري، في النيو ماسكولار جانكشن في اورجانو فوسفاس ومايسينيا جريفز وبوتوليزم، في السي ام اس في ستروك وانكيفالايتس. تمام. شكرا جدا. ثانك يو.